انا بالنسبه لي الساعه كانت ثاني كنمشي كنتحمحم الطغارات ديالي وكنخرج بحال هادي بالزربه كاين عاوتاني الشرف الجاري يقدر يبقى لك في الحمام ثلاثه السوايع راجل يقدر يبقى ثلاثه السوايع كاين شي نوع ثقيل والعيالات قلت لي ساعه ونص العيالات اخويا اش نقول لك العيالات ساعه ونص راه ما قدامش ما عمرني شي مره انا في حياتي دار ساعه ونص اش فهمت راه معروفه على العيالات انا بغيت نقول لها خرج شي قنت خصك ساعه تبقى تسنى ما الحمام راه غتسنى شي عام عاد تخرج واش نقدر نقول لك خويا السؤال لا ساعه ما تقدنيش ديك ساعه ونص ساعه الله روب بحال هكا داكشي اللي كاين هو ساعه ونص راه كندخل كنسخن كندير الصابون البلدي هذا كنتسخن شويه كنعك كنخرج بحالي كاين اللي كيدير كتاب كاين اللي كيدير قل كاع فهمتي كل واحد والذات ديالو ساعه ونص جو سوي على روب انا في الحمام ندخل تنسخن سمين تنحك شي تلوس ربع ساعة الظهر يحكو شي واحد قسم هي نص ساعة خوالي المالي ساعة لارو كنا صحالي صغرنا ساعتين يعني الضحك النشاط ساعتين نمشيو نلعبو كورة ندخل كورة صغيرة انا والحداوي وديك الطبقة والدراو بيناتنا نلعبو كورة وهادي دابا بغيت ندير ربع ساعة جوج ساعة خوالي ما خرجش بحال هادي لا ما كتقدنيش الساعة ساعة ونص ساعتين عاد الحمام هذاك والله كتسخن الساعة ديال ساعتين بعدا ولا يديروا ثلاثه سوايع ولا يخليوا الحمام كما هو كان الوقت اللي بغى يخرج بنادم يدخل الوقت اللي بغى يدخل بنادم يدخل يبرك حتى ثلاثه سوايع على اربعه سوايع علاش بالنسبه عطاو العيالات ساعه ونص والرجال عطاوهم ساعه خصهم يديروا بحال بحال ساعتين ساعتين مالهم يديروا ساعتين وكاين اللي كيدخل كينعس كيتكسل كيسخن مع راساتو كيتكسل مع راساتو عاد كي يدخل على خاطرو ملي غيولي الحمام ساعة ولا ساعتين راه ما بقى حمام هذا راه دوش هذا أضعف الإيمان ساعة ساعة ونص أنا واخا شنو غادير رابيط لا ما تدوش في الدار داكشي غادير ساعة المكان لا ما تدوش في الدار حمام حلاوته ديالو هو ساعة ونص يلا يسخن شوية يلا يحك يلا يتلل ويزيد هذا هو المود هادشي راه القانون ديالو بوحدو ماشي راه ما كاينش هادشي ميمكنش من الأحسن يسدوهم كاع اللي كانوا غير الطريقة من الأحسن يسدوهم خلينا ندوشوها في الدار أحسن انا بالنسبه لي تقدني ساعه ولكن من ناحيه الحق خاصهم ماشي العيالات يديرهم ساعه ونص كلشي بحال بحال عيالات ورجال ولا يخليو كما عادي ديما